نبي احنا نسولف وياك عن الساده وعن المحبين ما شاء الله. شنو فروعهم البعلوي؟ الله من سيدنا، من جماعه سيدنا علي ان شاء الله. الله عليهم السلام. منو اشهر عوائلهم؟ معنا السيد محمد بن يحيى عدنا ما بالتاريخ بالله صح، يعني الجفري الهدار، الجفري هذا اللي حق المعاصرين الحين، بن بكر بن سالم، بس السقاف العمار العيدروس، هذول الحبشي الاهرامات القديمه، هذول بكر بن سالم ما عشنا معهم، ما تشرفت اني اعيش معهم، العطاس الله يرحمهم. انت منو درستك سيدي؟ درست انا حضرت مع اللهم صل وسلم الجفري، وحضرت مع بن حفيد اخر مره، هذول اللي هم الاثنين هذول الموجودين. دراستك وين درست، في اليمن ولا في الكويت؟ لا في الكويت. الله، انت من اهل البنوك؟ البنوك كنت في البنوك. شنو اشهر معالم مدينه تريم وسيئون سيدي في اليمن؟ دار المصطفى. اللهم صل وسلم. اكيد اي واحد يبي يدرس، يبي يقوي دينه، يبي يقوي الفقه واي شيء، يروح دار المصطفى. هناك موجودين غالبا حتى من اوروبا، من استراليا وغيره. صح، والدبيس وغيره. الحين انتم من عميد اسرتكم مع البن يحيى؟ الحمد لله كلهم يعني اللي ماسك المشيخ. عمي احمد الحين ان شاء الله. احمد اسمه الكامل؟ احمد حسين بن ابو بكر بن يحيى. نعم نعم، البعلوي الحسيني. الله يرحمه. شافعيون ها؟ نعم، الله يعطيه طول العمر والعافيه ان شاء الله. كل ويرحم موتى المسلمين وموتانا ان شاء الله. حياك سيد، الله يحييكم ان شاء الله.